بالنسبة للقصة الثانية، قصة ديال واحد الجثة ملقية في جنب الطريق. السلطات تلقات، يعني الدرك الملكي تلقى واحد الإخبارية أن واحد جثة ملقية على جانب الطريق. وهاد القصة كانت وقعت في سلوان في إقليم الناظور، وحضر الدرك وعاينوا ديك الجثة، ولكن كيلاحظوا أنها ما فيهاش واحد التمزيق ديال التياب، ما فيهاش ديك العلامات ديال حادثة السير، يعني أن هاد الشيء للتمويه، يعني هاد ملقية بهاد الجثة للتمويه. فكانت الجثة في واحد ما يعني كما نقولوا حنا ما مكرفصاش أو مجرورة بسيارة أو ما شابه، فقط الضحية كانت عنده واحد ضربة أو جرح غائر في الرأس ديالو، فقط هاد الشيء اللي كاين. وهنا واحد الدراكي كان تعرف على الجثة، قال لهم هذا السيد راه كان نعرفوه في الديز عندنا في السرقة، كانت عنده جريمة ديال السرقة وعندنا عليه واحد المعلومات في السجل ديالو. إذا مزيان هما عرفوا الضحية، وأيضا عرفوا أنه ليس الموت بسبب أو القتل بسبب حادثة سير. وهنا هاد القضية ملي كتكون واحد القتل أو ما شابه أو كتكون واحد الجريمة، ف يعني كي الناس كيدوروا كيشوفوا، كيبان لك بعض الشرطة أو الدرك كيقول ليه شي وحدين، كيقول ليه مخوعو سير حيد، يلا حيد أسيدي حيد حيد حيد. لا، هذه خاصة ما تكونش، لأن كنستافدوا من دوك الناس اللي كيدوروا كيعاينوا، ربما كيعرفوا الضحية، ربما عندهم شي معلومة. فهذا كان تنبيه شي وحدين اللي كيقول لك حيد أسيدي خويا هنا حيد من هناك. لا، هذوك اللي ضايرين كتستافد منهم ويعطوك معلومات. فهذا الدرك يعرف الضحية، وهنا كيشوفوا لقاو بأن كاين واحد الآثار ديال الجر، يعني أن هاد المقتول أو الضحية مجرور وتلعب جنب الطريق. كيبحثوا في عين المكان لقاو واحد الزربية، هاد الزربية كانت واحد الوقت من الأوقات واحد النوع ديال الزرابي كتصاوب من القماش، قطع من القماش كنقولوها حنا الشرويط، أو كيقولوا لها الزربية بوشرويطة، زربية بوشرويطة يعني فيها غير الشرويط. يعني هذيك الزربية لقاوها هي اللي ربما كانوا جارين فيها الضحية ورموه في جنب الطريق، وديك الزربية خدوها ولاحوها بعيد، رموها بعيد. هنا واحد دراكي آخر يعني عنده تجربة وعنده خبرة، قال لي مودي هاد الزربية بوشرويط ما غريباش عليا، وتذكروا قال لي هاد بوشرويط هاد الزربية راني فايت شايفها في واحد الضريح سميتو ضريح سيدي علي الحساني، سيدي علي الحساني. الضريح كاين بسلوان اللي هي مدينة مغربية بإقليم الناظور، وقال لي هاد الزربية في كشفتها في هاد الضريح ديال سيدي علي الحساني، كان واحد الوقت لقينا واحد الرضيع واحد المولود مرمي، شو هاد الكوارث اللي كتوقع في هاد الأضريحة. الضريح لقاو فيه شي مرا شي سيدة ولدات، ولا حتى داك الولد، وقال لهم كنا جينا ودرنا خدينا استقصينا الأمر وخدينا المعلومات وبحثنا، حتى أنهم حسبوا عدد الزرابي ديال هاد بوشرويط، قال لهم 21 زربية. إذا شوف الناس البحث المعمق، حتى الزرابي حسبوهم ديال الضريح. انتقلوا لعين المكان وحسبوا عدد الزرابي ديال بوشرويط، لقاو 20 زربية، وبالفعل كانت ناقصة زربية هي هذه ختهم. هنا مشاو للعد اللي كنقولوا حنا العساس أو البواب أو الحارس، لقاو واحد السيدة في الضريح، قال لها واش هي اللي مكلفه هنا بالمسؤوليه؟ قالت لي اه. وفي الغالب كيكون راجل ومرته، يعني الزوج والزوجه ديالو كيكونوا مقابلين، والناس كيجيبوا الشمع وداك الشمع كيعاودوا فيه البيع، والناس كيجيبوا لهم السكر، وكاين اللي كيدور معاهم يعني هبات، وكتلقى عندهم مربين دجاج الى اخره والكثير. شكون اللي كاين في هاد معاكم خر؟ قالت لي انا والزوج ديالي، وبعض المرات الولد ديالي كيكون هنا بعض المرات،
كيكون مع صحابه. فينا هو هذا الولد نهضروا معاه نتكلموا معاه؟ قالت لي مراه خدام في شي مكتبه ما يخرج حتى العشيه. قالوا لها صافي غادي نشوفه. وهما غاديين الدارك في الطريق ما يتلاقاو معاه هو وكيعرفوه ناس معروفه ملي كتكون القوره وداكشي الناس معروفه. فطلعوا معاهم السياره ديال الدارك. اش بغيتوني انا جدرت هنا كذا انا ما درت والو ودي غادي نحقو معاك في واحد كذا كيهضروا معاك اللي ما درت والو ما فعلت والو انا غادي نرفع عليكم دعوه عند وكيل الملك الا ودي نحقو معاك ودير اللي بغيتي. وتكلموا معاك هو كينكر كيسولوه هو كينكر ما شفت ما رايت ما حتى حاجه يعني لحقوا معاه لواحد الباب مغلق. هنا ملي كتلحق مع هذاك المتهم لواحد الباب مغلق كتكون واحد القضيه كيقول استعمال الزمن لون بلوا دي طون يعني نهار يوم الجريمه فين كنتي ومع من كنتي واش درتي من الصباح حتى العشيه. وهنا كيبداو يسولوا على يتبعوا داك الكلام ديالو الى لقاو فيه الكذوب يعني راه راسو فيه الدغل. فقال لي ما فين كنت هكذا كذا كذا. المهم كيسولوا فيه واحد الوقت نهار يعني صافي حصلوه باقين كاع ما داروا يعني ما باقين ما مشاوش يسولوا على داك الكلام ديالو السيد نهار. وقال لي ما انا هو مول الجريمه. كان بدا يقفقف وبدا يدخل ويخرج في الهضره يعني بدا كيرتعد وكذا. قال لي ما انا هو مول الجريمه. عاود لينا كيفاش؟ قال لي ما ودي مره كنتجمعوا في داك الضريح وفعلا الاغلبيه ديال الاضرحه راه بدون مراقبه كتلقى فيها الخمر والزينه وجميع الموبقات تلقى فيها السحر تلقى فيها القمار واحيانا المؤسف كتلقى العساس متورط حتى في جرائم وسرقات هذا في الغالب لا نعمي. وكتلقى الاضرحه ناعم فيها واحد الوالي صالح مثلا هاد سيدي علي الحساني راه كان رجلا عالما يعني راه انتقل من فيقيق لهاد المنطقه ديال السلوان يعني راه من الناس العلماء. ولكن هاد الجيل ديال الان راه جيل في واحد النسبه يعني مغفله. عاود لينا كيفاش؟ قال لي ما ودي كانت مع واحد الصديق ديالي وجبنا قنينات الخمر وسكرنا. وملي سكرنا ولعبت لينا الخمره بريوسنا قال لي يعني الشيطان واش قال لي؟ قال هاد القاتل قال للضحيه قال لي نمارسو يعني الفاحشه يعني نمارسو الفاحشه بالتناوب. واتفقوا على هاد الفاحشه بالتناوب. فكيقول لهم هاد المجرم ان كان هو الاول في هاد الفعله. قال لهم ملي لحق الدور ديال الضحيه امتنعت عليه ما بغيتش. فقال لك هو يعني ما كيف نقولوا بالدارجه ما تسرطتش ليه وخدا واحد قال لهم خدا واحد الجنويه واحد السكين قال لهم هددني به بغى يضربني. قال لهم كانت عندي العصا اللي كتكون عند البواب واحد العصا كبيره. قال لهم جبد عليا الجنوي دا اللي ضربته للراس. قال لهم ضربته للراس كيما داكشي اللي في الجثه. قال لهم ضربته واحد ضربه قاتله ومميته. قال لهم ملي قتلته كانت الدنيا ساقله والليل. قال لهم درتو في هاد الزربيه هاد الجربيه بو شرويط. قال لهم وجريتو جر واحد المسافه ورمى حدا جنب الطريق حتى يقال انها حادثه سير. ولكن المجرم دائما يقع في اخطاء فادحه ودائما المجرم يحوم في مكان الجريمه ودائما الجريمه لا تفيد. ودائما كنقولوا هذا القصاص حتى لا تتكرر الجريمه. ودائما كنقولوا ان الجريمه ليس لها دين ولا وطن. راه كيما وقعت عندنا هنا تقدر توقع في بلد اخر. فاعترف وتحاكم وخدا واحد يعني تقريبا واحد 25 سنه جراء هاد العملية القتل اللي قام بها.
وبالنسبة للأضرحة راه كاين واحد المثل كيقول كم من قبة تزار وصاحبها حمار. نحن لا نعمم، راه قلنا كاين الناس صالحين وتبنات عليهم القبة، ونقولوا مثلا صالح. الله سبحانه وتعالى يقول، الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا فلنفسه. إذا كانت صاحب القبة صالح فمن عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. وربما هو يحتاج إلى الدعاء من نحن، هو مات يحتاج الدعاء من الحي. ف يعني هادشي ديال الأضرحة والقيبان فيها مشاكل كثيرة. وكنت شفت واحد المقطع على اليوتيوب ديال واحد السيدة وكتهضر بوجه مكشوف أمام واحد القناة اللي معروفة، وديك السيدة قالت لي كنت في الضريح مع واحد السيد ومارست معاه الرذيلة ودرت وفعلت، يعني واحد الكلام يشيب منه الولدان، يعني الدري صغير يشيب واحد الكلام يعني خطير. كتقول من هذاك الشيء اللي وقع لها مع ذاك البواب مع آخرين في واحد مقبرة، يعني اللهم إن هذا منكر. هذا الشيء ديال الأضرحة يعني راه فيه كثير كثير من الكلام. وكيعاودوا في القديم أن شي واحد كان عنده شي حمار، قصة واقعية أم غير واقعية الله أعلم. شي واحد عنده حمار مات ليه، قال لك خلاه وزاد. جاو شي جوج قبيلات لقاو العظام تخاصموا، قالوا الاخر يقول جدي والاخر يقول جدي، هذه القبيله تقول جدنا والاخرى تقول جده. والمهم بنوا عليه واحد ضريح مشترك، ودازت واحد مرت واحد المده، دازت مده ورجع داك السيدي قال ما ضربي داك الحمار. ولقاهم كي الناس كطوف به وتبرك به تما، قالوا كم من قبتين تزار وصاحبها حمار. وفعلا في هاد القبور يعني كتلقى القمار وكتلقى الخمر وكتلقى يعني ناس يعني لا يقيمون وزنا للميت. وهادشي ديال مواقع التواصل والانترنت راكم شتو البلاوي اللي كتوقع. وحتى لا نطيل هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. Yes, I'll handle it.